دي كانت النتيجة النهائية، ازاي نستخدم اللغة تكتشر. الموضوع بسيط جدا، هترك رابط تحميل الملف سورس فايل في الوصف الفيديو. المشهد عندي عبارة عن الكاميرا وفي اوبجكت ايا كان هذا الاوبجكت، فده كده الفيو بدون اي، طبعا الانفيرمنت بلاك او قريبة من اللون البلاك. طيب انا مبدئيا هقوم باضافة لايت سبوت، هيكون بهذا الشكل. بعد كده هذهب من السترينس او هختار السبوت وهذهب للشيدر اديتور واستخدم اليوز نود. ده ايميشن شيدر، لازم يكون في عندي تكتشر. هنشوف اي نوع من التكتشر ممكن يكون موجود زي الماجيك. اضغط كنترول تي وهفعل النورمال. خلينا نشوف النتيجة النهائية. مش هلاحظ اي فرق لان عندي الباور او الريديوس بهذا الشكل. فالريدس كده هيكون اللايت الخارج المفترض ان افعل. فاللايت الخارج اولا الباور قليل، الماجيك تيكتشر دي اللون بتاعها. فخلينا نشوف اي تيكتشر، هضغط شيفت اس ويختار وليكن الويف تيكتشر تكون بلاك اند وايت زي النويز. ما فيش اي اختلاف، يبقى اخلي الريدس صفر اولا، فيظهر عندي الاختلاف كالتالي. كل ما زود الريديوس فهيكون الشادو سموث بهذا الشكل. اقل سكيل يكون وليكن 10، فمعنى كده يكون في خطوط اكتر. اقل سكيل يكون 2، فالخطوط هتزيد. ده كده كان اول شق او اول موضوع في درس اليوم، اني بستخدم تكشر موجودة already في بلندر. هختار شيفت اس، هغير تكشر الى ايمج تكشر، هختار اي اتش دي ار اي موجودة عندي على الجهاز. فدي اتش دي ار اي موجودة عندي على الجهاز. السترينس هزوده وليكن 500، دي القيمة الحالية أو النتيجة الحالية. طيب أنا ممكن أعمل شيء بسيط جدا، إني دوبليكيت لكل المجموعة ديت، أحرك الإميشن وأضيف ميكس أر جي بي، أوصل الإيمج أولى بالإيمج تانية. ليه أنا بعمل كده؟ عشان أضيف 2 لاير وأوزع الإضاءة وأدمجهم ببعض عن طريق الأد. عن طريق الاد هوزع الاضاءة ما بين الاتنين. خليني اشوف الفرق ما بين الاتنين. طيب عشان اوزع الاضاءة فاللوكيشن هنا يكون مختلف عن اللوكيشن هنا. بحاول اغير القيم بحيث يظهر عندي التكشر. طيب دي كده نتيجة مرضية بالنسبة لي، لكن في تركية بسيطة نعملها في الاخر. انا ملاحظ ان الجانب ده اليمين هو المستحوذ على اللايت، فانا اضيف نوع اخر من اللايت بهذا الشكل، هيكون هنا، وهضيف واضغط على رندر. ممكن اقلل هنا الـ strings
فبتكون عندي دي النتيجة النهائية، ده شق من الجزء اليسار وده الجزء اليمين كله. أخد اللايت من السبوت لايت، هو بطيء لأن في أدابتيف سامبلينج هنا، مفعلين أدابتيف سامبلينج والنويزنج. أتمنى يكون هذا الدرس مفيد وإلى اللقاء في حدة دروس قادمة.